بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 208، قال رحمه الله: فهم أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته على الحقيقة، لكن بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، بل على ما يليق بعظمة الله تعالى. فأهل السنة بين الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، وشيخهم الجهم بن صفوان وقبله الجعد بن درهم الضالون والعياذ بالله، وبين أهل التمثيل المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، وهذا كفر. الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى أن يكون له مثيل، وأثبت لنفسه سمعاً وبصراً على ما يليق به. فأهل السنة دليلهم هذه الآية: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، نثبتون أسماء الله وصفاته على ما يليق به. له يد على ما يليق به، له وجه على ما يليق به، ليس كوجوهنا ولا أيدينا، نثبت ولكن لا نمثل. وهؤلاء الممثلة يقولون: يد كيدي، نعوذ بالله. فأهل السنة وسط بين الجهمية الذين ينفون وبين الممثلة الذين يمثلون، بل يثبتون إثباتاً على ما يليق بجلال الله وعظمته تبارك وتعالى. الجهمية طائفة انتشرت في أواخر دولة بني أمية، تنتسب إلى الجهم بن صفوان الترمذي، ومذهبهم نفي الأسماء والصفات، كما أنهم من غلاة المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. فالجهمية يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، فتحوا باب الجرائم، أعوذ بالله. والجبرية ويقولون: العبد مجبور، ليس له قدرة. كل هذا من ضلالات الجهمية، نفي الأسماء والصفات، ودعوى أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ودعوى أن العبد مجبور. كل هذه مقالات الجهمية الضالون المشبهة، ويسمون المجسمة، وهم على النقيض من الجهمية، يعني ضد الجهمية في إثبات الأسماء والصفات. فقد قالوا: إن لله يداً كيد المخلوقين، أعوذ بالله، وسمعاً كسمعهم، وبصراً كبصرهم، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. فأهل السنة يقولون على ما يليق بالله، لا يمثلون ولا يشبهون، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها، ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم: رحمة الله إرادته الإحسان. ما يثبتون الرحمة، بل يقولون يعني يريد الإحسان، يؤولون المحبة بإرادة الإحسان. ويده قدرته، يقولون يده يعني قدرة، يؤولون اليد بالقدرة. وعينه حفظه ورعايته، يؤولون العين بالحفظ والرعاية، ولا يثبتون العين. واستواءه على العرش استيلاؤه، وهذا تأويل، استوى معنى على وارتفع على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى. ف
فهم يقولون استولى يعني ملك وغلب، وهذا تأويل باطل. الله مالك لكل شيء، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. ظنوا أنهم إذا أثبتوا شبهوا، وهذا باطل. نثبت ولكن نقول على ما يليق بربنا جل جلاله. ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. يظنون أن إثبات الصفات تشبيه، وليس كذلك. إثبات الصفات على ما يليق بالله جل وعلا. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال. وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئاً من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفات من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرابطة باطنية. كل من نفى شيئاً من الصفات يقال له جهمي. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة. وقوله: وهو السميع البصير، يرد على المعطلة، فيه إثبات السمع والبصر على ما يليق بالله. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتاً بلا تمثيل، وينزهون عن مشابهة المخلوقات تنزيهاً بلا تعطيل. فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. وهم أهل السنة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. قال المعلق يعني الشارح أن نقول عنهم: هم جهمية في الأسماء والصفات، الجبرية هم الجهمية، ومن وافقهم القائلون إن العباد لا إرادة لهم ولا قدرة لهم على فعل الطاعات ولا ترك المنهيات. هذا قول الجهمية، يقولون العبد مجبور ما له قدرة، وهذا كذب، فقولهم باطل واضح البطلان. فالجهمية جبرية يقولون العبد مجبور، والقدرية هم الذين ينفون الصفات وينفون القدر.